بمناسبة ذكرى الانطلاقة الخامسة لها، ماذا قدمت قناة بلقيس؟ وهل ما قدمته جدير بهذه الحفاوة التي تتلقاها من متابعيها وأصدقائها؟ كيف يراها الناس؟ كيف بدأت؟ وأين وصلت؟ وما تحديات اللحظة؟ ما الجديد الذي ستقدمه بلقيس؟ وما هو مستقبلها؟ أهلا بكم. قناة بلقيس في انطلاقتها الخامسة هي التعبير الأنقى عن ثورة 11 من فبراير. هذه الانطلاقة التي حمل مضمونها تخليدا لشهداء مجزرة 11 من مايو الذين سقطوا جراء اعتداء قوات صالح عليهم، وهي كما قيل عنها التعبير عن الروح الثقافية لهذه الثورة التي تهافتت عليها قوى الماضي من كل حدب وصوب، وطنيا وإقليميا ودوليا. 5 أعوام نقلت الأحداث ووثقت لأهم وأقسى مرحلة عاشها اليمنيون، فكانت صوتهم حين حاول الآخرون إسكاتهم، وكانت صدى أناتهم حين أخفتهم السجون، وكانت نبض أمهاتهم وبوح أوجاعهم. 5 أعوام كانت الأقرب، كانت حيث الإنسان. 11 من مايو لم يكن يوما عابرا، إنه واحد من أيام عدة مشهودة في تاريخ مسيرة الثورة الشعبية 2011. يومها تساقط الشهداء مدرجين بدمائهم ثمنا لتطلعات شعب بأكمله، ودفاعا عن مبادئ ثورة أبت إلا أن تزهر حرية وكرامة. لأجل ذلك وتخليدا لعظمة ذلك اليوم، كان موعدا لانطلاق البث الرسمي لقناة بلقيس الفضائية قبل 5 أعوام. الزملاء الذين تشاركوا قلق اللحظة الأولى في العمل تحت ظروف مختلفة لتعبر شاشة بلقيس إلى اليمنيين، إلى وطن محظور وبلد عزلته الميليشيا عن كل شيء إلا عن صوتها الواحد ولونها الوحيد. لحظة الانقلاب الغاشم ومصادرة كل القنوات والمؤسسات الإعلامية بما فيها مكتب القناة بصنعاء كان لحظة فارقة في مسيرة الإعلام اليمني وفي مسيرة بلقيس على وجه الخصوص. فتحت ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح باب الجحيم الذي كاد أن يغيب اليمنيين ويخرجهم من التاريخ، ولا يزال يحاول. نهنئ قناة بلقيس لدورها. 5 سنوات من انطلاق البث الرسمي لها، خاضت بلقيس معركة اليمنيين. تبث بلقيس من خارج الحدود، لكنها تغطي خارطة التراب الوطني عبر شبكة واسعة من المراسلين والمتعاونين، وعبر كادر وظيفي من شباب الثورة بتنوع أفكاره واختلاف توجهاته، فكانت نواة لوطن مؤتلف وعمل مختلف. نقلت الأخبار وغطت الأحداث وكشفت الأوراق، وكان علو سقفها مصدر قلق وإزعاج للكثير، غير أن ذلك منحها ثقة جمهورها ومحبيها ومتابعيها، بل واحترام خصومها. قالت بلقيس إنها صوت اليمنيين، فكانت ما تريد. عملت بمؤسسية ومصداقية وشفافية، ربما لم تمتلك الحقيقة كاملة، لكنها قاربتها كثيرا بالتزامها تجاه قضايا الناس ومصداقيتها في نقل الخبر وتحليله. بلقيس انتصرت للإنسان، خاصمت الكثير بسبب موقفها الثابت والصارم مع القضايا الوطنية والإنسانية، لكنها انحازت للحقيقة والإنسان اليمني وحسبها ذلك. خسرت بلقيس علاقتها بجميع السلطات المتحكمة على الأرض، إلا أنها كسبت المواطن اليمني. كان المساء اليمني أحد أبرز برامجها وأولها، تابع أهم الأحداث وناقش آثارها وتداعياتها على الشارع اليمني بلغة منفتحة، وساهم في إحياء الرموز الوطنية والنضالية، خصوصاً من دفنهم النظام السابق ووأد حركاتهم التحررية. لم تهن ولم تتعب، ولا تزال تحديات اللحظة تستدعي الوقوف بصلابة وثبات أمام هذا المحيط المتلاطم من الخذلان، إلا من لحظة صدق وثبات مشوبة بالعناء والتضحيات دفعت بلقيس ثمنها غالياً. إذن مشاهدينا الكرام، أرحب بكم وأرحب أيضاً بضيفي اللذين سينضمين
معي من مكاتبهم عبر سكايب، وهما الأستاذ أحمد الزرقة مدير عام قناة بلقيس، والأستاذ هناء صالح مدير عام شركة بلقيس ميديا. وسبب استضافتهم من مكاتبهم بطبيعة الحال وذلك نتيجة سياسة التباعد الاجتماعي التي اتخذتها القناة منذ بدء إجراءات الاحتراز من فيروس كورونا. إذن بداية مساء الخير عليك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا، مساء الخير عليك ومساء الخير لجميع مشاهدينا الأعزاء. أهلا بك. مساء الخير أستاذ هناء. مساء النور، هلا هلا آسيا. أهلا بكما. أبدأ من عندك أستاذ أحمد، إذن منذ بداية تأسيس القناة دعونا نعود بكم إلى البدايات، وأنتم تخططون لعمل سيكون من الميدان، ثم اضطرتكم أو اضطرتنا جميعا الظروف للعودة الخروج من البلد بمكتب القناة الذي كان في صنعاء والذي تم إغلاقه من قبل ميليشيا الحوثي. هل غير ذلك على جودة ما يمكن أن يقدم للمشاهد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أهنئ جميع الزملاء العاملين في الميدان وكذلك جميع الزملاء والزميلات العاملين في القناة في إسطنبول في مختلف الأقسام التحريرية والفنية والإدارية، وكذلك الأخوة أعضاء مجلس الإدارة بهذه المناسبة التي لم نكن نصل إليها اليوم لولا أن كانت هناك فكرة كبيرة لعمل كبير. منذ البدايات كان هناك فكرة أن تكون القناة ذات خط تحريري واضح وأن تنتهج السياسة الخبرية، وهذا ربما هو سر تميزها. بالتأكيد القناة لم تكن وليدة لحظة ارتجالية، لكن كان هناك فكرة تم التخطيط لها بدراسة وبعناية وبمشاركة نخبة من ألمع الزملاء أو العاملين في المجال الإعلامي والصحفي والحقوقي، والذين هم في الأصل أعضاء مجلس الإدارة الذي ترأسهم الأستاذة توكل كرمان وأيضا عدد آخر من الزملاء. وبالتالي كانت الفكرة منذ البداية تحدي كبير جدا، نظرا أيضا كان هناك لم يكن هناك قانون في البلد يسمح بحرية الإعلام والتعدد وامتلاك وسائل الاتصال والإعلام. كان هذا التحدي، وكان هناك فكرة أن تكون إدارة القناة أو مركز البث من تركيا كونه بلد يسمح بالتعدد، وأيضا هناك إمكانية لبناء استوديوهات في يعني ظروف أكثر حرية ومناخ أكثر أريحية من المناطق الأخرى. وكان الأساس أن يتم اعتماد مكتب رئيسي في صنعاء لإدارة البرامج وأيضا مكاتب في عدن وتعز وغيرها من المناطق. كان سيكتفي بتقديم نشرات الأخبار من المركز الرئيسي، وبالإضافة إلى برنامج واحد رئيسي، وبقية البرامج كانت ستبث وستنتج من داخل اليمن. لكن ما حدث لم يكن في الحسبان عندما قامت ميليشيا الحوثي بالانقلاب وإسقاط الدولة، والأمر الذي جعل الفكرة تتغير كاملا، ولم نستطع الاستمرار في صنعاء الذي حيث انتهكت ميليشيا الحوثي حرمة المكتب وقامت بمصادرته وتحطيمه، واضطرينا لنقل العمل بالكامل إلى إسطنبول مع إبقاء العديد من البرامج الميدانية وفق السياسات أو وفق المناطق المتاحة للعمل لنا فيها. خلال الفترة الماضية كانت هناك صعوبات كبيرة جدا، لكن للأمانة أننا استطعنا أن نتغلب على الكثير. نعم، سنتحدث عن هذه الصعوبات أستاذ أحمد. وحين تحدثت أو نقلتنا إلى إسطنبول، دعني أذهب أيضا إلى الأستاذة هناء، وهي التي كان لها الفضل في وضع اللبنات الأولى لمقر قناة بلقيس هنا في إسطنبول. بداية أستاذة هناء، ما الذي تقولينه بعد مرور 5 سنوات من تأسيس هذا الحلم؟ أقول أولاً أنني مشاعري لا توصف، مشاعري ككثير من مشاعر الزملاء وأيضاً المتابعين والمشاهدين اللي هم فعلاً كانوا الرافد الحقيقي وكانوا السند أيضاً في استمرارية القناة. يعني كل الكلمات لا تفي حق هذه اللحظة يعني، وإن شاء الله سنوات مديدة من النجاح ونقل الأخبار السارة إن شاء الله من الميدان.
نعم. إذن أستاذة هناء، وأنت يعني في بداية أو الخطوات الأولى لتأسيس مقر القناة في إسطنبول، هل كان هذا هو الشكل الذي طمحتم إليه؟ أم أنكم يعني جزأتم العمل وفي كل عام تشعرون بأن يعني ما تخيلتموه يكتمل؟ للأمانة كانت أول لحظات تأسيس القناة كان الصورة والهدف هو أن شارة بلقيس أو شاشة بلقيس أنها تطلع على الهواء وأنه توصل إلى الناس. ما كان شكل هذه الشاشة، لم تكن ملامح مرسومة كثيرا، بقدر ما أنه كانت فكرة أنه صوت القناة يصل إلى الناس وأنه كيف إحنا ننقل ما يحدث في الداخل في اليمن. هذا كان هو الهدف الرئيسي، والحمد لله حققناه في فترة وجيزة. كان كثير من الذين أعمل معهم هنا في تأسيس القناة من الشركات التركية يقولوا لي مستحيل، وأنا جيت من بلد ثورة، كنت أحمل فكرة ألا مستحيل يعني، وكلنا كنا نحمل هذه الفكرة. وكانت معي فيها تلك الأثناء أستاذة توكل كرمان لحظة بلحظة، وكان يعني هذا الكلام نراه شيئا غريبا، انه ليش مستحيل يعني. وفعلا يعني احنا حددنا 11 فبراير انها تطلع الشعار والبث التجريبي لقناة بلقيس، والحمد لله توفقنا وطلعنا، وفي 11/5 كان التاريخ لكي يبدا البث بشكله النهائي. وقليلا قليلا بدأنا نجمع اللبنات ونجمع الصورة حتى تكتمل يعني. وإلى الآن هي ليست مكتملة، ولكننا وصلنا إلى مرحلة لا بأس بها، نوعا ما مرضية يعني، لكننا نتمنى ونطمح طبعا الأكثر. إذن الأستاذة هنا تجد بأن هذه مرحلة تعد مرضية أستاذ أحمد بالنسبة لك بعد 5 سنوات، هل أنت راض عن مستوى المحتوى المقدم في قناة بلقيس؟ إذا وصلنا لمرحلة الرضا معنى أننا وصلنا إلى النهاية، باعتقاد أنه ما زال الكثير ينقصنا وما زلنا في البداية الأولى. 5 سنوات قد تكون كبيرة في بحساب الوقت، لكنها بحساب المشاريع الكبيرة باعتقاد أنها ليست طويلة، ليست كبيرة. ما زال ينقصنا الكثير وما زال لدينا الكثير لنقدمه. هنا إشكالية تتعلق بصعوبة الوضع الميداني، ولكن هذه حاولنا أن نتغلب عليها. سنصل لمرحلة الرضا عندما نعود إلى اليمن ونبدأ بالعمل من داخل اليمن، وعندما أيضا نشعر أن أهداف التي انشأت من أجلها القناة تم تحقيقها بشكل كامل، وهي تقديم رسالة واضحة إعلامية عن الجانب اليمني، أيضا عكس الصورة السلبية التي كانت سائدة خلال أداء وسائل الإعلام واعتبارها أداة من أدوات الاستبداد أو أداة من أدوات الجلد ضد الآخر وضد أيضا أي صوت مخالف. ما زلنا في بداية الطريق، وخاصة أن هناك المزيد من المشاكل السياسية تعترض البلد، ما زال هناك انقلابات وما زالت الحكومة خارج البلد، وما زال أيضا البلد يسير نحو المجهول. هذه تحديات كبيرة جدا تضعنا أمام مسؤولية كبيرة جدا، ويعني تؤكد على أننا يجب أن نبذل الكثير من الجهد. باعتقادي أن الفترة المقبلة ستكون هي التحدي الفاصل وهي المرحلة الكبيرة، خاصة أن لدينا مشاريع كبيرة تتعلق بتعزيز العمل في الميدان، لكن هذه المشاريع نواجهها بخوف كبير جدا أو بقلق كبير جدا على طواقمنا. خلال الفترة الماضية تعرضنا لكثير من الضغوط من قبل الميليشيا التابعة للمجلس الانتقالي وحملة تحريض أيضا من الأدوات الإماراتية، اضطرنا لتخفيف العمل في عدن وإغلاق المكتب والاكتفاء يعني عملية إنتاج عبر شركات خارجية أو حتى عبر مراسلينا. وأيضا في المناطق التي حاولنا أن نصل إليها في الحديدة خلال هذا العام حاولنا الوصول إلى الحديدة وأيضا محافظة ريما وغيرها، لكن للأسف هذه المحاولات باءت بالفشل بعدما أحبطت ميليشيا الحوثي هذه المحاولات، وقامت أيضا باعتقال الفريق أو الطاقم الذي كنا قد نوينا أن يتم العمل عن طريقه. هذه تحديات تؤكد على أننا في الطريق
الصحيح، وأن علينا فقط أن نبذل المزيد من الجهد. نحن في على سبيل المثال، وهي مناسبة يعني جيدة، أن نشيد بتضحيات زملائنا وأن نترحم على زملائنا الذين استشهدوا، وهم زملائنا 3 في اليمن، بالإضافة إلى رحيل أو وفاة زميلنا الشهر الماضي الزميل رمزي الحرازي الذي كان أحد مصوري القناة. هذه الأشياء وهذه التضحيات تجبرنا على أن نقدم المزيد من الأداء الإعلامي الذي نقول نستطيع أن نقول أن دماء زملائنا لم تذهب هدرا أو هباء. نعم. إذن أستاذ، هنا تحدث الأستاذ أحمد عن بعض الإشكاليات التي تواجههم في الميدان. بطبيعة الحال هناك أيضا لديكم إشكالياتكم التي تواجهونها هنا كشركة مشغلة للقناة. ما هي أبرز هذه الإشكالات بالنسبة لشركة بلقيس؟ هي الفكرة هي نفس الإشكالات اللي يعني نحن في الأخير وحدة واحدة، يعني قناة بلقيس تحت بلقيس المظلة وتحتها مسميات كثيرة. أيضا نحن نشارك في الإنتاج الميداني في اليمن، لدينا كثير من التقارير التي نعملها في اليمن. نحن أيضا مسؤولين عن تزويد المراسلين عن كثير من الإمكانات، عن التدريب، عن أدوات السلامة، كل هذه التفاصيل. حتى نحن أيضا نتولى موضوع كتابة التقارير ومراسلة المنظمات المختصة في حال حصل انتهاكات، مثل ما تحدث زميل الأستاذ أحمد عن استشهاد 3 من مراسلي قناة بلقيس. وبالإضافة إلى أن هناك عدد كبير أيضا تم استهدافهم وجرح كثير من المراسلين، آخرهم مراسل حجة. كل هذه التفاصيل أيضا إحنا نهتم فيها. هذا جزء أيضا كبير، لأنه التحدي الحقيقي الذي تواجهه بلقيس كيف ننقل الصورة من الميدان إلى شاشة بلقيس ومنها إلى كل الناس. هذا هو التحدي الحقيقي، وهنا يكمن استهداف كثير من الميليشيات داخل اليمن لكي لا تصل هذه الصورة. فيتم استهدافنا من خلال كل الطواقم، سواء المراسلين أو الشركات الإنتاجية. كل ما يمثل بلقيس يعد هدفا لكثير من الميليشيات، سواء كانت في الشمال أو في الجنوب. هذه التحديات هي الأبرز، بالإضافة إلى تحديات داخل إسطنبول. الوضع ليس ورديا أيضا في إسطنبول. في الأخير نحن لنا تحديات التأسيس، تحديات التدريب، تحديات الاستمرار، تحديات العمل أيضا كوحدة واحدة ضمن كثير من الفريق متعدد الجنسيات، له أيضا إيجابيات وله سلبيات. لكن إذا ما قارنا هذه التحديات بالتحديات الحاصلة في الميدان تعتبر يعني لا شيء. لكن ومع ذلك مثل ما تحدث الأستاذ أحمد، أنه 5 سنوات ليست كافية. بالنسبة لنا هي اللبنة الأولى. 5 سنوات دائما هي تعتبر سنة في عمر التلفزيونات. فبالتالي إحنا ما هو مرضي أن إحنا رغم كل الظروف ظهرت بلقيس، رغم كل الظروف استطعنا أن ننقل جزء ليس بالبسيط من أوجاع الناس ومن المشاكل التي حدثت ومن الانتهاكات التي حدثت. ليس مؤخرا قمنا بترجمة كل كثير من رصيد بلقيس في الجانب الحقوقي وترجمته إلى اللغة الإنجليزية، وأيضا قمنا بإيصال هذه الانتهاكات إلى المنظمة ذات العلاقة. كثير من التفاصيل، لكننا في الأخير الإرادة هي تعمل دور كبير في هذا الموضوع. استمراريتنا يلعب فيها دور كبير الإرادة وقهر الظروف مهما كانت. لكن أتمنى أيضا من المشاهدين أن يعرفوا بأنه في الأخير أن هذه الشاشة هي صوتهم. يعني في الأخير المشاهد المنصف يرى كيف شاشة بلقيس تضع الإنسان أولا، فبالتالي هذه هي شاشتهم قبل أن تكون شاشتنا. نعم. إذن وأنت تتحدثي عن الناس وبأن القناة صوتهم، دعونا نشاهد هذا الكليب وأريد سماع تعليقكم عليه. في الذكرى 5 لانطلاقة قناة بلقيس، نشكرها لتغطية ملف المختطفين والمخفيين قسرا والمعتقلين تعسفا. صنعت من فعاليتنا رأي عام، ساندت قضيتنا ومطالبنا العادلة. نتمنى لها الاستمرار والتوفيق. إذن البداية من عندك أستاذ أحمد.
ملف المخفيين والمعتقلين كان أولوية كبرى في أداء القناة خلال السنوات الماضية. نحن تواجدنا في كل الفعاليات التي نظمتها أمهات رابطة أمهات المختطفين، ومن هنا نوجه لها لهذه الرابطة العظيمة ولأمهات المختطفين أصدق التحايا، وأيضا نقول أن هناك ثبات لدى هذه النسوة، وقدمنا نموذج ريادي في الدفاع عن حقوق أبنائهن وذويهن، وكنا صوت واضح في وجه الميليشيات المتعددة من صنعاء إلى عدن إلى حضرموت إلى تعز إلى الحديدة وفي غيرها من المحافظات. ونحن كنا شركاء، نفخر أننا كنا شركاء لهذه الرابطة، وأيضا كنا شركاء لجميع المظلومين الذين شعرنا بمظلومياتهم في مختلف المناطق. نحن حاولنا أن يكون ملف المختطفين والمخفيين، نعم، هو أحد الملفات التي نعم وكان أولوية فعلا، ولكن أيضا بلقيس تواجدت مع الطلاب المبتعثين، مع اليمنيين العالقين والمغتربين، مع اليمني في الداخل، يعني حاولت أن تكون مع اليمني أينما كان، أولت هذا الجانب أهمية كبرى. مشاعرك أستاذة هنا وأنت تستمعين لرأي الرابطة حول قناة بلقيس؟ والله أنا أقول تحية إجلال وإكبار لأمهات المختطفين، يعني نحن جميعا في بلقيس يعني نتشارك هذه المشاعر، مشاعر الإجلال والإكبار لهن. يعني نحن ما نعمل إلا النزر اليسير في تغطية الأنشطة اللي يقوموا فيها، أيضا في منصات بلقيس رايتس وهي منصة حقوقية مثل ما أخبرتكم اللي تقوم بترجمة المحتوى الحقوقي لبلقيس، وكان من أبرز الأمور التي إحنا بنترجمها وأيضا بنرسلها للمنظمات عاملين أكثر من منصة، كان أبرز وأكثر الأخبار اللي تعطينا هي أخبار أمهات المختطفين، تحية يعني بحجم تضحياتهن. إذن وتحية مني أيضا ومن برنامج المساء اليمني الذي استضاف العديد منهن وتشرف بذلك. أستاذ أحمد، يعني لنقل 5 سنوات مرت كان بها الكثير من الإيجابيات، وأيضا لابد من الأخطاء أو السلبيات هنا وهناك، ولكن هناك موجة انتقاد ضد قناة بلقيس، دعني أناقشها معك. مثلا إحدى الانتقادات تقول بأن خط القناة تغير في لغته مع التحالف منذ الإشكالية الخليجية، هل هذا صحيح أو كيف ترد على هذه النقطة؟ هذه واحدة من المغالطات التي للأسف يرددها البعض. نحن موقفنا كان واضح جدا في انحيازنا إلى المواطن اليمني والإنسان اليمني منذ اللحظة الأولى لتدخل التحالف، وأتذكر ما زلنا نتذكر ليلة 26 مارس عندما بدأ تدخل التحالف، وكان هناك غارات على فج عطلان وسقط حوالي أكثر من 80 مدني. أعتقد أن احنا غطينا هذه الحالة أولا بأول، جميع غارات التحالف التي استهدفت المدنيين وثقناها سواء في صنعاء أو في ذمار أو في تعز، في المخا، في حجة، في صعدة، في غيرها من المناطق، كنا انحزنا بشكل واضح لقضايا الناس، وكنا نقول منذ البداية أن الضحايا المدنيين لا يجب السكوت أو التغاضي عن كونهم ضحايا، وبالتالي لم نتغير موقفنا منذ تلك اللحظة إلى اليوم. ما زلنا نرى أن التحالف أخطأ بشكل كبير جدا، ومنذ أن بدأ التحالف الانحراف عن أهدافه الحقيقية انتقدناه، كنا أول من لفت الأنظار إلى وجود معتقلات سرية في عدن وفي حضرموت، وما زلت أتذكر أننا أجرينا لقاء مع منظمة هيومن رايتس، منسقة مشاريع منظمة هيومن رايتس في 2016، وتحدثنا حول هذا الموضوع، وبعدها صدر تقرير عن منظمة العفو الدولية، وبعدها تم التدخل يعني تم التداول مع هذه القضية كحدث كبير جدا، وبالتالي نحن لم نغير سياستنا، ما زلنا نرى أن الحوثي هو العدو اليمنيين، لكن
نرى أيضا أن التدخل الذي قامت به السعودية والإمارات لا يختلف ضرره عن التدخل الذي قامت به إيران، وأيضا خطر ميليشيا الحوثي منذ اليوم الأول، ونحن نتعاطى مع أخبار الانقلاب في عدن وأيضا الانتهاكات. ذهبنا غطينا أيضا محاولات الإمارات السيطرة على المهرة، وبعدها التدخل السعودي والتواجد في سقطرة وغيرها. نحن ليس لنا علاقة بالأزمة الخليجية، تلك أزمة خارج السياق الوطني اليمني. نحن معنيين بما يدور داخل اليمن، ونتحدى أن يعني يذكرنا أحد بأن مواقفنا تغيرت أو انحازت أو حتى تأثرت سلبا أو إيجابا بالأزمة الخليجية. نحن نرى أن ما يحدث في اليمن شأن يمسنا بشكل أساسي، وبالتالي لو كان التحالف فعلا لم يقم بارتكاب انتهاكات ولم يقم بدعم ميليشيات ولم يقم بتجزئة اليمن ما كنا سنذهب لمهاجمته. لكن عند سقوط أول ضحية مدنية ذكرناها، وأنا ما زلت أتذكر أنني شخصيا كتبت التقرير الأول عن سقوط الضحايا المدنيين، ومجلس الإدارة وأعتقد أن رئيسة مجلس الإدارة أصدرت بعد ذلك بيانات متتالية تدين سقوط ضحايا مدنيين، وكان ذلك قبل كان هناك العديد من الحلقات التي ناقشنا فيها ضيوفا عسكريين سعوديين ويمنيين أيضا للعديد من النقاط والتجاوزات التي كان يسميها التحالف أخطاء، وناقشناها يعني شفافية مطلقة خاصة على طاولة المساء اليمني. إذا اسمح لي أستاذ أحمد أذهب للأستاذ هنا لنستمع أيضا إلى إشكاليات تواجه القناة من حيث البث والتشويش، وأيضا القرصنة التي يحاول البعض على الموقع أو على البث أيضا. وفي الحقيقة عندما انتقلنا إلى بلقيس إلى إسطنبول، نقلت بلقيس إلى إسطنبول من أجل بث، اعتقدنا أن احنا بمنأى عن هجمات يعني من يرون في بلقيس تهديد، يعني حتى قبل أن يشاهدوا محتوى القناة. لكن في السنوات الأولى، وما زلنا في السنوات الأولى حقيقة، يعني تم التشويش على إشارة بلقيس أكثر من مرة، تم عمل أكثر من هجمات إلكترونية على أنظمة القناة، وكان في البداية كنا نتأثر بهذه الهجمات، لكن الحمد لله سنة عن سنة اكتسبنا مناعة أكبر، اكتسبنا معرفة أكبر، وأصبحنا يعني نصد كثير من هذه المحاولات الحمد لله التي باءت بالفشل. هذه إحدى التحديات التي ما زالت تواجهنا، لكن الحمد لله اكتسبنا خبرات في كيف ان احنا يعني احنا نواجهها بطريقه كثير محترفه. نعم، اذا لو تحدثنا عن يعني 5 سنوات لنقول هي نصف عقد تقريبا تخطو بلقيس نحو عامها السادس، ما هي الافكار او الرؤى الجديده التي يعني تطمحون للوصول اليها خلال العام الجديد؟ سؤال لآسيا؟ نعم. طيب احنا طبعا بما انه التلفزيون 70% هو صوره، فبالتالي احنا مهتمين يعني في بلقيس ميديا بهذه الصوره. نحن بصدد عمل هويه جديده وحله جديده لبلقيس، كان مفترض انها تظهر في الذكرى 5، لكن للاسف تاجل كل شيء بسبب ظروف فيروس كورونا. لكن كنا بصدد عمل هوية سمعية وهوية صوتية جميلة حديثة، ولكنها أيضا ليست بعيدة عن الهوية اليمنية. كنا بصدد عمل مزيج حلو يتشارك فيه اليمنيين مع بعض الخبرات التركية في عمل شيء جميل رزين يليق بقناة إخبارية متخصصة، وأيضا لا يكون بعيد عن هوية وهوية هذه القناة التي تمثل الحضارة اليمنية العريقة. كنا في هذا التحدي وكنا نعمل عليه بحيث أن احنا يعني نظهر في هذه الذكرى بحلة جديدة من كل النواحي، سواء كان الديكورات، سواء كان الهوية البصرية، سواء كان
الهوية السمعية، الكوادر، كل التفاصيل، الفواصل، كل هذه التفاصيل اللي يعني كانت المفترض أنها تظهر في شاشة بلقيس. لم ننتهي بعد، ما زلنا نشتغل على هذا الموضوع، إن شاء الله بإذن الله تعالى وقت أنه يعني هذه الغمة تزول بإذن الله سنستمر في هذا العمل. توقفت الحياة يعني بالمجمل عند العديد، يعني ليس فقط على قناة بلقيس، يعني اقتصادات البلدان يعني توقفت. إذا أستاذ أحمد، تحدثت الأستاذة هنا عن التطور في الشكل المرئي للقناة وللصورة وأيضا الهوية الذي يراد له مستقبلا، ما عن المحتوى، ما الجديد في قناة بلقيس؟ كما ذكرت العزيزة هنا أن هناك الكثير من الخطط التي أقرت من قبل مجلس الإدارة بداية العام، وكنا نعتزم أن نبدأ في المضي قدما فيها خلال الذكرى الخامسة، وكان لدينا ترتيب أيضا لإجراء حفل كبير جدا يليق بهذه المناسبة، لكن بسبب جائحة كورونا تم تأجيل العديد من الأفكار والمشاريع. في الميدان لدينا الكثير من المفاجآت الجديدة، لدينا تصورات لأكثر من 7 إلى 8 برامج ميدانية، من ضمنها سنصل إلى محافظات لم نصل إليها من قبل، برامج أيضا من كل يعني من مناطق نائية جدا ستكون بشكل أسبوعي وبشكل ميداني، بالإضافة إلى برنامج كان يفترض أن نبدأ به وهو برنامج صباحي. كان أيضا لدينا فكرة في توسيع قاعدة المراسلين في الميدان، بالإضافة إلى تعزيز البرامج المباشرة والبرامج القائمة على التواصل المباشر. هل هنا كان في فكرة للخروج عن النمط الأخباري السائد في قناة بلقيس؟ القناة هي قناة إخبارية بشكل كبير جدا، لكن كان هناك فكرة إيجاد برامج أكثر ميدانية منوعة، لكن لا تخرج عن السياق السياسي والإخباري الاجتماعي، لكن الاقتراب مثلا برنامج ثقافي، برنامج فني، برنامج صحي، برامج وثائقية، تحقيقات ميدانية، أيضا تحويل برامج كانت تنتج في المركز أو هنا في إسطنبول إلى الميدان، ومثل برنامج وهو برنامج حقوقي، مثل برنامج لست وحدك، وإعادة أيضا إنتاج الميليشيا مرت من هنا لتصل إلى مناطق أخرى بعد تعز وعدن، بالإضافة إلى برنامج من السقطرة. أستاذ أحمد، يعني العمومية جيدة، وأعلم أن فيروس كورونا وقف كثير من الأفكار، ولكن دعني أخذ أو أسحب منك بعض المسميات، يعني خلي المشاهد يخرج من هذه الحلقة بشيء. هل هناك يعني برامج بعينها، أسماء معينة ممكن ترفدنا بها؟ الأفكار تسرق، يعني نحن نخشى أن تطرح فكرة ويتم يعني القرصنة عليها، لكن نحن لدينا برنامج مثلا سيكون برنامج من حكاية حضرمية، برنامج جديد بيكون النسخة الثانية وبشكل آخر مختلف. سيكون لدينا أيضا برنامج صباحي وهو صباح بلقيس، بالإضافة إلى برنامج التحقيقات الاستقصائية، وبدأنا في طرح هذه الفكرة على عدد من الزملاء في الميدان. هذه البرامج التي نستطيع أن نقولها، لكن أيضا هناك برنامج سيجول في مختلف المحافظات اليمنية، وهو برنامج بقالب خفيف وقالب بعيدا عن الجانب السياسي، سيعيد اكتشاف المحافظات اليمنية بشكل جديد وبشكل يروق للمشاهدين، بالإضافة إلى أن لدينا فكرة برنامج مزيج بين الثقافي والغنائي التوثيقي. طيب هذه البرامج أستاذ أحمد، يعني المعذرة، يعني هل ممكن، يعني هناك من يتهم مثلا القناة أنها خلال 5 سنوات كان الرتم بطيء والمحتوى رتيب نوعا ما، هل ستخلق هذه البرامج حيوية أو تنوع في القناة؟ بالتأكيد أن الإنتاج الميداني من شأنه أن يعكس أو يفرض إيقاعه السريع وإيقاعه أيضا المستمر. لاحظتي خلال شهر رمضان مثلا كان لدينا برنامجين، برنامج من الميدان اللي هو برنامج حيث الإنسان، وهو البرنامج الذي استطعنا الوصول إلى عدد كبير من المناطق، وأيضا الوصول إلى
عدد كبير من المشاهدين والمشاركين، بالإضافة إلى برنامج الساخر الذي كان برنامج رئيس الفصل، والذي هناك خطط لأن يستمر إن شاء الله بشكل أسبوعي خلال الدورات المقبلة. نعم، إذن لو عدت لك أستاذة هنا وسألتك عن تعدد يعني أو السلطات مثلا في الميدان، في تعز جهة، في مأرب جهة، في صنعاء يعني هناك صعوبات، في عدن أيضا، كل هذا التعدد ألا يخلق بالنسبة لكم متاعب مختلفة، خاصة وأنتم يعني ربما خلال 6 أشهر تنتجون برنامج رمضان حيث الإنسان؟ صحيح هذا الكلام، لكن البرنامج كشف لنا أيضا جانب جيد إلى جانب الجوانب السيئة، أنه الميليشيات على أوجهها المتعددة كانت تمنعنا من عمل مشاريع تنموية للناس، لكن ولذلك اقتصر البرنامج على محافظات قليلة، هي عدن ومأرب وحضرموت وأبيان وشبوة، هذه هي فقط، بينما وتعز. كان الاستهداف وتعز، أيوة صحيح، بينما كان الاستهداف الرئيسي أول محافظة كنا مستهدفين هي الحديدة بحكم أنها الأفقر على مر تاريخ اليمن. لكن الوجه الجميل اللي اكتشفنا انه بلقيس كانت مرحب بها يعني شعبويا، يعني المجتمع اليمني باكثر اوجهه واختلافاته كان يعني يرى في بلقيس نفسه يعني، وكنا مرحب بنا دائما. ما تم إلغاؤه من بعض المشاريع نتيجة التهديدات حصلت لبعض المستهدفين في هذه المشاريع، لدرجة أنه بعض المستفيدين من المشاريع يقولوا أنه هذا هو نصيبنا، يعني لا رحمونا ولا خلوا رحمة ربنا تنزل، يعني أنه إحنا كنا حابين إحنا نساعد ناس أكثر، شرائح أكثر، أماكن أكثر، توزيع أحسن، لكن للأسف ربما هذا التساؤل ورد كثيرا يعني في البث المباشر للبرنامج، يتساءلوا لماذا يعني هذه المناطق بعينها، في الحديدة هناك فقر، تعالوا عندنا في صنعاء، في كثير من المناطق يعني تم الحديث عنها، ربما هذه إجابة لما حدث. صحيح بالضبط، فبالتالي انه ان شاء الله السنه الجايه يعني من يدري يعني نتوسم خيرا انه نستطيع ان نذهب الى اماكن اكثر، خاصه واننا لدينا خطط احسن في للموسم الثالث ان شاء الله، بميزانيه افضل، بوقت احسن، بمشاريع افضل، اتمنى فقط بس ان تدعنا هذه الميليشيات يعني نصل الى المحتاجين. إذن أستاذ أحمد، بالنسبة لعدد الموظفين في قناة بلقيس، هل تجد بأنه كافي لتغطية ساعات البث، أم أن هناك خطط لزيادة عدد الموظفين بهذه الزيادة التي تحدثت عنها من البرامج؟ بالتأكيد نحن نعمل في ظروف يعني فرضتها علينا الإجراءات، صعوبة الحصول على تراخيص أو فيز للدخول إلى تركيا، لكن لدينا خطط بتعويض أيضا العدد الزملاء الذين غادروا، وهناك خطة كان بدأنا في إجراءات توظيف عدد من الصحفيين والمذيعين والمحررين، وكان هذا عبر إعلانات تم نشرها في موقع القناة، وأيضا فحص الملفات وإجراء مقابلات شخصية عبر الهاتف أو عبر السكايب وغيرها. نحن يعني قد يعتقد الجميع أن عدد طاقم بلقيس هو طاقم كبير جدا، نحن نقول أن الطاقم مقارنة بحجم العمل ليس كبيرا كما يعتقد البعض، لكن هذه القدرة على أو هو التحدي الكبير أن تستطيع في تقديم رسالة بعدد قليل من الموظفين، لكن بالتأكيد البرامج الجديدة تحتاج إلى كوادر جديدة، وكنا بدأنا في إجراءات يعني استخراج الفيز للطاقم الجديد، لكن توقفت كل هذه الأمور بسبب جائحة كورونا الذي أوقفت الحياة في العالم، حتى نحن بالمناسبة نقول أننا تأثرنا كثيرا هنا في المركز، خاصة أننا كنا حريصين على الالتزام بالمعايير السلامة، وتم تفريغ ربما أكثر من 40 إلى 50% من طاقم القناة وجعلهم يعملوا عن بعد،
وبالتالي مع ذلك ما زلنا نقدم رسالة نستطيع أن نقول أنها لم يلحظ المشاهد بشكل كبير جدا أن هناك فراغ أو هناك غياب أو أن هناك محدودية في عدد الطاقم. يعني إذا أردنا الحديث نقول أن عدد الطاقم مثلا في الأخبار أو في البرامج هو بعدد الأصابع اليد، لكن يقوم الزملاء بجهود كبيرة جدا، وكذلك الزملاء في الجانب الفني يقومون بجهد كبير جدا ويعملون لساعات طويلة في ظروف أيضا صعبة، خاصة أن نحن في هناك أيام يكون هناك حالة حاضر للتجوال، لكن هذه المشاكل نحاول أن لا تظهر على الشاشة أو لا يصل إلى الناس، لأن الناس لا يهمهم إلا أن تبقى الشاشة موجودة وأن تبقى الخدمة مقدمة أو تصل إليهم بالجودة الذي عاهدوها، وهذا هو التحدي الكبير. ولكن نحن نعد أننا خلال الفترة المقبلة سيكون لدينا أيضا خطة لتحسين الأداء وتحسين أيضا الرسالة الإعلامية وتجويدها بشكل واضح. إذن أستاذ هنا لو سمعت منك بكلمة أخيرة لمن توجهينها في هذه المناسبة أو بهذه المناسبة. وللأمانة أنا ما جهزت كلمة، وأكل مفترض أنه أنا أجهز، بس دعيني أرتجل إن شاء الله يعني تجي الأمور سلامات. يعني أولا يعني وشهادتي مجروحة في الأستاذة وصديقتي الأستاذة توكل، هي كانت صاحبة فكرة وتأسيس هذا المشروع الذي هو الآن أصبح مشروع يعني مئات الآلاف إن لم يكن ملايين من الناس، لم يعد مشروعا شخصيا للأستاذة توكل. دعيني أيضا أشكر كل زملائي، ودعيني أشكر كل الذي ساندوني كلا باسمه وصفته، وعلى رأسهم مجلس الإدارة وزميلي الأستاذ أحمد الزرقة، والدعم الرئيسي أيضا إذا كان لي ومنه إلى عملي والدتي العزيزة محسنة، إذا كانت تشاهدني أوجه لها ألف تحية وسلام وفرصة أن أسلم عليها، وأتمنى بإذن الله تعالى أن تستمر بلقيس حتى تنقل الأخبار المفرحة. إن شاء الله بتسمعك الآن، وسلام مننا أيضا لها. شكرا جزيلا. حتى تنقل الأخبار المفرحة من الميدان، أخبار الإنجازات من الميدان إن شاء الله، ذلك ليس ببعيد، وأيضا إنجازات المرأة اليمنية، لأن هذه القناة أيضا تخصص جزء كبير من مساحتها لحقوق الإنسان وأيضا لحقوق المرأة ودعم المرأة. صحيح، ودعم المرأة. نعم نعم. أستاذ أحمد، أنا أوجه رسالتي لجميع الزملاء العاملين في كل مختلف الأقسام، وكذلك زملائنا المراسلين الذين يبذلون جهود مضاعفة ويعملون في بيئة خطرة، بالإضافة إلى الشكر القدير لمجلس الإدارة على الثقة التي يولون إياها ومنحنا مساحة كبيرة من الحرية، ويعني تفويضنا بشكل كبير جدا في اختيار ما نراه مناسبا دون فرض أي اشتراطات أو حتى أي أجندات، وهذه ميزة كبيرة امتازت بها قناة بلقيس، وهي أحد نقاط قوتنا. وأيضا نوجه رسالة إلى القوى المتحاربة في الميدان أنه أمان لهم الوقت أن يكفوا عن هذا الصراع، وأن أيضا للسلطات المسيطرة الميليشيات نحملها أيضا مسؤولية سلامة جميع الطواقم الصحفية العاملة في الميدان، ونقول أيضا لجمهورنا أننا سنبقى حيثما يريدوا أن نكون، وأننا لن نكون منحازين إلا للقضية اليمنية وللإنسان اليمني بعيدا عن أي حسابات، ونحن ليس لنا أجندة تتبع أي جهة خارجية أو حتى نتأثر بما يدور من صراعات. نحن لدينا قضية، نحن نعتقد أننا جئنا من ثورة فبراير، وبالتالي سنحاول تجسيد جميع أهداف ثورة فبراير. والوالدة ما تسلم عليها كمان؟ والله أتمنى أن تكون والدتي بخير وكذلك جميع أسرتي، ويعني طال الوقت ونحن بعيد، ونتمنى أن نحتفل بالذكرى السادسة. ربما هذا الجانب لا يعلمه من يتابع بلقيس بأننا فعلا محرومون من لقاء أهالينا طوال هذه الفترة. نسأل الله أن يلم الشمل وأن تصل رسالتك أيضا للمسؤولين أستاذ أحمد، خاصة أن نحن مقبلون على معركة أشد ضراوة مع عدو خفي، معركة فيروس كورونا. إذا اسمح لي أن أشكركما أستاذي العزيزين أستاذ أحمد الزرقة مدير عام قناة بلقيس، الأستاذة هنا صالح مدير عام شركة بلقيس ميديا. هي لكم أيضا
مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، شكرا جزيلا لكم. على مدار 5 سنوات كنتم معنا مشاهدينا ومتابعينا، ترفضون بآرائكم ومتابعتكم الجميلة. كونوا برعاية الله وأمنه.